العقيده الخطيه الذي تشهده مناطق. بسم الله الرحمن الرحيم، انا الشيخ محمد طرق السرعان من عشيرة الصرخة، شاركت اليوم في هذه المسيرة لكي نوصل الفكرة الصحيحة للعالم اللي غشته قنوات الإعلام التابعة للنظام والإيران والروسيا الكاذبة، يدعون بالعشائر انه قوات عشائر وقتال عشائري وقتال عشائر من قصد وقتال عشائري ضد قصد. الكلام هذا كله ما له صحة، والامور هذه كلها العشائر بريئة منها، ومن كل التصرفات اللي تصير كلها تابعة لإيران لأجندات خارجية وكلها سياسية، والهدف منها كله شعجعة الأمن والاستغراب في شمال الشرق السوري لأهداف سياسية فقط. العشائر ما لهم دخل في كل الحديث هذا، كان جرائد من الأجندات ولا كان المقارة ولا كان جميع المكونات الموجودة في شمال الشرق السوري أو دير الزور، بريئين كل المراء من هذا الكلام اللي تدعي بها القنوات اللي تابعة للنظام والإيران والروسيا. العشائر ما لهم دخل، كلهم هذول جابوهم مرتزقة من عندهم من قوات ما يدعون به قوات العشائر، كلها مرتزقة، ولو تجي تفتش عليهم تلقاهم كلهم إيرانيين وباكستانيين ومنافقين، ما هم سوريين أبدا ولا في ولا واحد سوري منهم، إلا اللي قرروا به أو ضحكوا عليه مثلا واحد أو اثنين. وبنفس الوقت العشائر نفسها الآن واقفة وقفة رجل واحد خلف قوى السرية الديمقراطية لتدافع عن المشروع الإدارة الذاتية ولحماية هذا المشروع ونجاح المشروع. ننتصر ثم ننتصر ثم ننتصر.